ما شاء الله. نعم. ونبي إن شاء الله أن الجماعة أنهم يتبرعون لهذا الوقف، وقف على منصة شو اسم المنصة صالح؟ منصة وقفي. منصة وقفي. الله يجزانا ويجزاهم خير. والصادقة تعرفون أجرها، دفع للبلاء ورزق. وأنا من الأشخاص اللي استوى لي موقف لو مهب بالصادقة هذه كنت ماني واقف عندك هذه الوقفة. إيش صار؟ علمنا الموقف. أنا بقول لك كنت مستعجل أنا، وأنا فيني طبع مش هذا رياء إني أشوف لي عام النظافة وشي، أحب إني أعطيه ما ولا أعطيه شيء من اللي الله جادله. مستعجل ذاك اليوم ظهر الصيف علينا، أعطيته ومسكت الخط ومستعجل أبى ألحق على دائرة حكومية قبل لا تقفل، وأنا على سرعة عالية نقع عند الكفر اللي قدام. أنفقع أي والله على سرعة 160-170 حولها. والله ما أدري قمت عين فتحت عين حصلت السيارة واقفة على جنب الشارع، وأول ما طرى علي طرى علي العامل اللي أعطيته. الله يكتب. أيوة صادق. ممكنها دفعت بلا، دفع بلا وغير هذا كله تحصلها في الدنيا وفي الآخرة. الله عليك. أي أيوة والله الله عليك. هذا الشيء اللي أنت مخزون وبنك تخليه لك والاسمك ومع الشهر رمضان بعد صادق. إن شاء الله يكون وموتاكم ومرضاكم. الحين الميت في قبره يمكن يحتاج حسنة وحده، ما يدري إلا جبال من الحسنات تيه من وين، من صدقة من عياله أخوانه هله. والمريض الله يشافيه إن شاء الله، والصدقة إنها تشافي. عرفت؟ أنا ما أعرف إن هي صادق صادق، لكن أقول باللي في خاطر صادق. الكلام هذا اللي قاعد يطلع الصغير من خاطر كل قاعد يوصل للناس كبير بإذن الله. هذا اللي بإذن الله إنه يوصل بإذن الله. الله يجزاك خير. اي نعم. المنصة الرسمية اللي هي منصة وقفي. وقفي منصة وقفي الرسمية. جميل جدا جميل. طيب يا حبيبي لبيك.